أشلف باعتبارها واحدة من الولايات الرائدة في المجال الفلاحي، تعهد المترشح علي بن فليس بعصرنة هذا القطاع مع مرافقة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. أنا أؤمن بجزائر مستقلة عندها اكتفاء ذاتي فيما ينتج من الفلاحة من قمح وشعير والماء، وأنا عندي ملف عميق يهتم بالفلاحة الجبلية وبالفلاحة السهبية وبالفلاحة نتاع الهضاب وبالفلاحة نتاع الجنوب وبالفلاحة نتاع الجنوب الكبير. كل مكان بالتخصصات نتاعو، بالمرشدين نتاعو، بالناصحين نتاعو، مع مرافقة الدولة بلديا وولائيا ووطنيا. إعادة النظر في فوترة استهلاك الطاقات الكهربائية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، لا سيما المناطق الداخلية والجنوب الكبير، كانت من بين مقترحات بن فليس التي سيجسدها على أرض الواقع في حال وصوله إلى قصر المرادية. الطقس نتاع الحرارة ونتاع صعوبة العيش يتحل كملف، طالب الشعب فتح الملف. كيفاش نديروا القيمة تاع التريسيتي بالنسبة للجهات اللي حاصل في الحمام واللي حاصل في البرد؟ مشيت للجبال تاع الأوراس، جبال كيما هذه. مرشح حزب طلائع الحريات جدد التزامه باستقلالية القضاء مع تأكيده على ضرورة تحرير العمل الصحفي.